تخليدا لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى 68 وتنفيذا لتعليمات المديرية الرامية إلى تحفيز الموظف الشرطة في المجال الرياضي، وفي إطار التنزيل الفعلي لمخطط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للشرطة تم تنظيم دوري كرة القدم المصغرة داخل القاعة لجميع المصالح المنتمية أو المتواجدة في مدينة الدار البيضاء، وقد توج هذا الحفل بفوز فريق في ظروف جد رياضية.